الصحي وبعد ما تسجلت إصابة 106 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد. لحدود اليوم السبت ليرتفع عدد المصابين بهذا الفيروس إلى أكثر من 2600 مصاب، وتسجلت عدد الوفيات جوج الوفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى حدود اليوم السبت إلى 137 حالة وفاة. هنا كندقوا ناقوس الخطر وكنشوفوا أبرز المناطق الشعبية بمدينة الدار البيضاء اللي كيكونوا فيها تجمعات سكنية كثيرة وكيكون فيها تجمعات في مثلا في الأسواق الشعبية وما إلى ذلك. نكتشفوا جميع هذه الأماكن. نحن هنا بجولة ميدانية بالحي المحمدي بالدار البيضاء الذي يعد أحد أكبر الأحياء بهذه المدينة. في عز الحظر الصحي تتراءى تحركات متفرقة لأشخاص من مختلف الأعمار غالبيتها من الشباب. لكل واحد منهم مقصده قبل العودة إلى منزله، منهم من يرتدي كمامة ومنهم من لا يضعها أساسا. وبعد سؤالنا اشتكى البعض من عدم وجودها لدى البقالة. بأزقة هذا الحي الذي أنجب مجموعة ناس الغيوان وجيل جلالة والمشهب وأبناء المقاومة وغيرهم، يظهر للعيان أن هذا المكان الذي كان يعج بالحركة فيما سبق أصبح يئن تحت وطأة الحجر الصحي ويحسب الخطوات خوفا مما سيؤول إليه الوضع بسبب فيروس كورونا المستجد. ما تنسوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.